فكرة 80-90% من حضراتكم ما شاء الله انصاب 100% من ساعة ما بدأت. وأنا متأكد إن كل واحد عنده حسابات داخلية واللي بيفكر واللي بيعمل أكشن. أول أكشن إيه؟ تقعد مع نفسك كده وتجيب 3 ورقات. أول ورقة الأفعال، تاني ورقة الأخطاء، تالت ورقة الأثر. أول ورقة ماذا تفعل؟ عناوين دون تفاصيل. بصور عربية، بصور رحمي، بروح الشغل، بدون تفاصيل. الخطوة الثانية، الورقة الثانية، ما هي الأخطاء اللي أنا بعملها في كل فعل من هذه الأفعال؟ بقود السيارة، إيه الأخطاء؟ بتجاوز السرعة، ما بتركش مسافة بينا، بقى إلى آخره. أساتذتنا في علماء النفس علمونا إيه بقى؟ إن الورقة الثالثة بتساوي ما هو الأثر المتراكم من كل خطأ. طب ده معناه إيه؟ إنك لما تعمل التمرين ده هتشوف نفسك من جوه. آه يعني أنا لما تسرعت في الخطأ الفلاني كان بسبب إن أنا عندي سلوك خاطئ في التسرع في كذا. لما هتشوف نفسك من جوه خطوتك تجاه المحاسنة والتغيير تبدأ تشتغل. ولما نيجي بقى نكمل مع بعض بعد كده في السيشنز القادمه هتقول انا وصلت لكذا، انا عملت كذا، لقيت عندي خطا كبير غيرته بكذا، هتلاقي ده بيعجز على الوظيفه. اتفضل يا دكتور. انا هاخد اخر سؤال